الثلوج غادرت مدينة سطيف، لكن في أعالي جبال مقرس الضيف الأبيض لا زال باسطا ذراعيه أمام العائلات التي جاءت للتمتع بهذا الإبداع الإلهي الرائع. مناظر خلابة أبهرت الكبار والصغار. أنا فرحانة كما صب الثلج وجينا هنا المقرس باش نتحلقوا نلعبوا مقرس مليحة. السلام عليكم، احنا هنا ذكرنا في الطبيعة تاعنا في مقرس على جلبك نلعبوا بالثلج. مقرس منطقة مليحة وعالية وسرسو كما يصب فيها الثلج، يعني يجيو الأولاد والعوايل تاعنا هكذا نلعبوا فيها ونزحلقوا ونستمتعوا هكذا بالمناظر. المكان يستهوي الزوار، لكن الوصول إليه لا يكون إلا بشق الأنفس. وعندنا نقايس بزاف في سوتو الطريق، بدي تلحق لهنا طريق لازم هكذا يخدموها السلطات هكذا لازم يدنقوا ليها ويشوفوها ويخذوها من بعين اعتبار. جاذبية المكان تفترش بساطا أبيضا أمام قطب سياحي لا زال حلما يصطدم مع انعدام أبسط المرافق. نورمالمون يديرونا مرافق سياحية، يطلعوا العائلات يطلعوا الناس، يكون يعني بلاصة وين يقدروا يستراحوا لي فامي، يديروا سجار، يديروا مرافق، يديروا حوايج تتزحلق على الثلج. بمرتفعات مقرس الطبيعة أدت ما عليها، لكن لمسة المسؤولين لا زالت غائبة، ومثلهم كمثل هذا التمثال لا يقدم ولا يؤخر.